ننتقل معكم إلى أسواق المال الإماراتية حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي مرتفعا بنسبة بلغت 17 من 100% ليغلق عند مستوى 9285 نقطة تداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم 404 ملايين من أصل 72 شركة تم تداول أسهمها اليوم ارتفعت أسهم 22 شركة بينما انخفضت أسهم 23 شركة وبقت 27 شركة على ثبات أما على صعيد الأسهم المرتفعة زاد سهم الفجيرة لصناعات البناء بنسبة بلغت 14% فاصل 80 ليغلق عند 3 دراهم و18 فلسا بينما ارتفع سهم رابكو للاستثمار بنسبة بلغت 4% فاصل 94 ليغلق عند درهم و70 فلسا. كما اغلق سهم بري سيتد اي اي هولدنج بي إل سي مرتفعا بنسبة 3% فاصل 93 عند درهما و85 فلسا. بينما انخفض سهم بنك ملقوين الوطني بنسبة 2% فاصل 50 عند درهما و95 فلسا أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام منخفضا بنسبة بلغت 32 من 100% ليغلق عند مستوى 4277 نقطة تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 900 مليون درهم من أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم ارتفعت أسهم 15 شركة بينما انخفضت أسهم 7 شركات وبقيت 13 شركة على ثبات ارتفع سهم شركة باركن بنسبة بلغت 35% فاصل 23 ليغلق عند درهمين و84 فلسن كما ارتفع سهم شركة وطنية انترناشونال القابضة نسبة بلغت 4.64 عند 60 فلسا أيضا ارتفع سهم السوق دبي المالي بنسبة 4.47 عند الدرهم و40 فلسا بينما أغلق سهم شركة المال كابيتال ريت بنسبة بلغت 10% عند درهما و53 فلسا